انتقد مراقبون تأخر بإرسال جداول موازنة عام 2024 إلى البرلمان رغم مرور أكثر من 5 أشهر على بداية العام الجديد، الأمر الذي أثر سلبا على القطاعات المالية والاقتصادية وتسبب بتعطل درجات أصحاب العقود والتعيينات والترفيعات، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة الثلاثية إلى البرلمان في الوقت المحدد، وذلك لعدم تعطل عجلة الإعمار وتقديم الخدمات. يعني صراحة هذا الموضوع يأثر سلبا على الاقتصاد العراقي، وعندنا الأخوة أكثر من الأخوة العقود اللي هم صار أكثر يمكن من 4-5 أشهر ما مستلمين رواتب، فنرجو أن التصويت على الموازنة، وهذا الشيء يخدم المجتمع ويخدم واقع البلد. حقيقة احنا نستغرب عدم وصول جداول موازنة العام الحالي عام 2024 رغم مرور 5 أشهر. اللجنة المالية النيابية تنتظر وصول الجداول من الحكومة، والحكومة ما أعرف شنو اللي عرقلها، وهذا يؤثر أكيد على كثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، على الرواتب، على توظيف العقود وشمول العقود بالتعيينات. فنتمنى أنه هذا الموضوع ينحل، توصل جداول الموازنة وتنحل هالقضية بعد طول الانتظار. طبعا لا يخفى على الجميع أن كل سنة مالية يمر به العراق والعراقيون بهذه الأزمة وتأخير الرواتب وتأخير أقرار الموازنة بعد إرسال الكشوفات إلى مجلس النواب وعدم التصويت عليها. يجب أن تحسم هذه الملفات ويجب أن تحسم الموازنة في وقتها، لأن هناك عدد كبير من الموظفين والكادحين والعاملين والعقود التي تأخرت رواتبهم إلى الآن، فيجب أن تحسم هذه الملفات وخصوصا موضوع المالية.